قررنا ساعة السفر ان احنا نقتحم كانت صحيح ضعيفة لو نتدخل الطيران. يعني احنا قطعنا مسافة اكثر من 5 كيلو في عمق العمق اللي فيه العدو وما صمدش قدامنا واحنا بأسلحة خفيفة فقط الا لعند ما تدخل الطيران. الطيران تدخل 3 مرات، كانت الضربة الاولى احنا عندنا في سنة اسمها شركة المياه التنقية، بعد التنقية متاع المياه كانت ضربة مباشرة في سيارة الحراسة اللي خلف سيارة القائد، كان مترجل طبعا المعتصم كان يركب شوي في السيارة وبعدين يترجل، كان واقف على السيارة اللي فيها القائد ويحكي مع السواق، السواق رحمة الله عليه عبد العزيز عجاج كان يحكي معاه، وكنت أنا السيارة اللي قدامهم كنت مستغرب ليش واقفين، فأنا حاول نلتفت للخلف نشوفهم من قوة الضربة لأن السيارة كانت مباشرة اللي ورا سيارة القائد، أنا وقفت وركبت معي المعتصم، كان يعني الدم مالي دبشة، كان الدم من أنفه يعني حاجة غريبة بقول، ركب معي في السيارة وهي اللي قدمنا ولحقونا بعدين سيارة القائد وقالوا روح سيارتنا احنا تعطلت والإيرباقات مفتوحة والإطارات كلها تضررت، غيرنا نزلوا الجماعة اللي معي وركبتني القائد والمجموعة دي هي اللي صارت الضربة التالية. خلاص طلعنا وقعدنا نستنوا في باقي السيارات اللي نجي من القصف الأولى، مجرد ما تجمع السيارات احنا عاوزين نعبر، فهنا قصف الطيار القصف الثاني اللي كانت مؤثرة جدا فينا في الآليات، شبه الآليات دمرت كلها يعني ما بقاش منها شيء، هنا كانت الضربة الكبيرة وكلهم جلهم المقاتلين اللي احنا يعني عابين عليهم في الاقتحام. خلاص لما تدخل الطيران المرة الثانية واحنا نزلنا من السيارات وترجلنا خلاص ما عادش في حد يقدر يسوق سيارة، ضرب ضربة ثالثة الطيران بعيد علينا شوي لكن نشوف فيها بالعين المجرد على باقي السيارات اللي بقين في الخلف، حصلنا ببيوت قيد الإنشاء في المنطقة هذه يقولها الزعفران، وبدأت المقاومة بدأت من 8 الساعة 8 8 إلى ربع وهم في تقدم علينا واحنا في حالة دفاع،